في الصالات الرياضية بمدينة السلامية احتفال جماهيري يضم عددا من الفنانين بمشاركة فرقة أوركيديا للرقص بعنوان قسمنا وعهدنا، حيث جاءت هذه الفعالية بمناسبة القسم الرئاسي للسيد الرئيس بشار الأسد وبمناسبة عيد الجيش العربي السوري بشعار قسمك عهدك. هذا الشعار قسمك وعهدنا هو شعار سكن في قلوبنا وعقولنا، وهو تأكيد مطلق من محافظ حمار للمدن قدما مع السيد الرئيس في دروب العمل والأمل. هذه بنوجه فيها رسالة للعالم كله، بنوجه رسالة للعالم، بنقول نحن اخترنا الشخص اللي بيمثلنا بالمرحلة القادمة، مرحلة البناء، مرحلة بناء سوريا ومرحلة المدافع عن البلد. هذا كان خيارنا، خيارنا سيد الوطن الرئيس الدكتور بشار الأسد، وإن شاء الله بالمرحلة القادمة رح نكون عون له لبناء هذا البلد. نحن تواجدنا اليوم كفرقة أوركيديا لحتى نبين للعالم كلياتنا أنه نحن واقفين مع السيد الرئيس إيد بإيد بأي نشاط بأي شيء، نحن واقفين معه هي لتبين لأداء القسم السيد الرئيس، لتبين أنه نحن جنبه إيد بإيد. جاءت هذه الفعالية تأكيد مطلق على استمرار الشعب السوري خلف قيادة الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد بشعاره الأمل بالعمل، الأمل بالزراعة والأمل بالصناعة وعودة سوريا كما كانت قبل، وأن سوريا سوف تكون في مقدمة البلاد والشعوب.